صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا. الوطن، هنا فلسطين، هنا الإصرار والعزة ومجد فينا والكثبان. أصبح طفلنا رمزه، هنا غزة، هنا ولدت حضارات، هنا سادت حضارات ولا زالت على وقع الأيادي السمر تزدهر. أمام شموخها يتراجع الباغي ويندحر، وقود الثورة الحمراء يستعر. هنا كان الفدائيون وانتصبوا كأشجار مخلدة، هنا كتبوا، هنا كتبوا وهنا رسموا، هنا حلموا وصاغوا من ورود الحلم أغنية، هنا كبروا، هنا عبروا ولاح الفجر في دمهم. عبروا ولاح الفجر في دمهم، وعشش في ضمائرهم حنين الأرض، فانتصروا وصاروا نور تاريخ به الأجيال تفتخر. وأشرق في حناياهم شذى الأمجاد، أورق فيهم القدر، وصاروا للمدى عبرا بها الإنسان يعتبر. صباح الخير يا شهد الحواكير لبوتقة الدم المسفوح في صفو النواعير. صباح الخير للأيادي التي كتبت بيان النصر في وجه الأعاصير. صباح المجد والعزة، صباح الخير يا غزة، صباح الخير نقولها لكل فلسطين. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن، معكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زين، ومن الإخراج التلفزيوني خالد نجاص، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان، ومن المتابعة والتنسيق سحر حنانية.
وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2 وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. أسعد الله صباحكم. لنبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. الاحتلال يمدد توقيف الأسيرة الطفلة جنات زيدات لخمسة أيام. والاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بالاستيلاء على 320 دنماً لتوسعة مستوطنات بيت لحم. لليوم 17 على التوالي الأسير سامر العساوي يواصل إضرابه للمطالبة باستيراد جثامين الشهداء. إلى التفاصيل. أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن سحب تصريح من عائلة منفذ عملية أرائيل الشهيد محمد صوف والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين. ووفقا للمواقع العبرية فقد صادق وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مساء أمس على هذا القرار الذي يأتي استمرارا للسياسة المتبعة على مدار العام الأخير، وبموجبها تم منع دخول حوالي 3000 شخص من أفراد عائلات منفذي العمليات. وكان جيش الاحتلال أخذ قياسات منزل الشهيد محمد صوف ليلة أمس تمهيدا لهدمه، فيما نشرت فيديوهات لوالدة وجدة الشهيد بعد أخذ قياسات المنزل لهدمه. لنشاهد هذا الفيديو معنا. كثروا على اليهود امبارح جاي من السعودية شهداء امني لما اعتبر هذا الظل من التلفون بس تلفون واخذ التلفون خلوا من دمه مبتل خذلات البارودة هاي جهاز السلع فيت الضوء جميعها وخزة كل وزاي وجهزوها وكانوا هسا بس ضعي وقفي للهدم لما بنا نهدم هم نوديكم طبعا هاي وراك شوف وراك هاي وراك المي زي اللي فاتوا في النار أبعنا في حلم غير الله صعب وعصرت بقلوبنا نظر تسليل الصعب هو إيدي جميل في الضغط. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بلحظات مؤثرة وصول الأسير المحرر إيهاب سلامة لقبر شقيقه فاروق الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم جنين. لنشاهد هذا الفيديو معنا. أبو المجد خليك عم خليك عم خليك خليك خلاص روح خلي تلفوني قوم يا شباب
إن شاء الله جنان الخلد لك يا حبيب قلبي، جنان الخلد لك يا روح قلبي يا أخوي. تكبير جنان الخلد لك يا أخوي، جنان الخلد يا ضروخ، جنان الخلد يا ضروخ. إذن رحمة للشهيد فاروق ولشهداء فلسطين أجمع. لننتقل للمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردي. أهلا ومرحبا بك معنا. تحياتي لكم. تحياتي لك. يعني بداية دكتور، لو تجمل لنا تفاصيل ما حدث ليلة أمس وفجر اليوم من حيث الاعتقالات والمداهمات وأيضا الإصابات. الاحتلال الفجر هذا اليوم شن حملة دهم واعتقال، حيث جرى اعتقال ياسر القواسمي من الخليل ومحمد رضوان أبو الروب من جنين وربيع محمد نايفي من شويكن وأحمد عويس من مخيم بلاطة، فيما تقل 6 شبان من بلدة قصرة جنوب نابلس لفترة قصيرة ومن الوقت ثم أقلي سبيلهم، ومحمد يوسف، يوسف رامي، فتحي فايز، إيهاب زودي، وليد حسن وحمزة حسن. اقتحامات للمنطقة الشرقية من نابلس اندلعت خلالها مواجهات واشتباكات مسلحة بين شبان من كتيبة بلاطة وجنود احتلال كوبالة سوق الخضار المركزي بنابلس. كان هناك توقعات اقتحام لقبر يوسف لكن هذا لم يتم. كان هناك اجراءات وقائيه من الشبان، اغلاق للطرق والمتاريس الصخريه والترابيه، ولكن الاحتلال وصل فقط الى منطقه الحسبه ثم انسحب باتجاه حارس بيت فوريك. شبان اطلقوا النار على النقطه العسكريه المتموضعه على قمه جبل جازين بنابلس، وهذه الحادثه تكرر كثيرا بالاسبوع مره او مرتين من الجهه الشرقيه باتجاه النقطه العسكريه. هذا تقريبا ما تم رصده ميدانيا من اعتقالات ودهم خلال الساعات الأولى من فجر هذا اليوم. نعم، يعني أيضا دكتور، ما هي أحوال الطرق في هذا الصباح لكي يتسنى للمستمعين وما يتنقل في هذه الأثناء معرفة أي الطرق المغلقة وأيها السالكة؟ حتى اللحظة وحتى الساعة 8 صباحا لم يكن هناك أي معلومات عن إغلاقات للطرق في الضفة الغربية، كل الطرق سالكة، ولكن هناك قيود أو أقل صعوبة في بعض التنقلات بسبب أزمة السير المعتادة في ساعة الصباح، خاصة منطقة ترمس عيا، منطقة حادث زعترة، هي اكتظاظ في المركبات المتوجهة إلى المدن وخاصة منطقة وسط الضفة الغربية، وهذه الحادثة تكرر دوما بين الساعة 7 ونصف حتى الساعة 8:30 من كل يوم، إضافة إلى نفس الأزمة تكون في ساعات المغادرة الموظفين إلى مدنهم وقراهم بساعات ما بعد الظهر. نعم، إذن إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي دكتور أمين أبو وردي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء مواطنة من مخيم بلاطة على حاجز إجباري العسكري جنوب طول كرم. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز إجباري العسكري جنوب مدينة طول كرم اعتقلت الشاب سديل هيثم بكر أبو حمدان 28 عاما من مخيم بلاطة أثناء مرورها باتجاه الأراضي المحتلة. كما أصدرت قوات الاحتلال قراراً أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 320 دنماً لتوسعة المستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين في الخضر ونحلين وأرطاس بمحافظة بيت لحم. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجي أن الأمر العسكري يقضي بالاستيلاء على 320 دنماً لصالح المستوطنات، وتشمل أحواض 13 و 12 و 24 من أراضي الخضر وحوض 7 موقع خلت أم الفحم في نحالين ومنطقة الخربة مفصول رقم 3 من أراضي أرطاس. وأضاف أن المخطط سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخه. مددت محكمة الاحتلال العسكرية في عفر توقيف الأسيرة الطفلة جنات زيدات 16 عاما من بلدة بني نعيم شرق الخليل لمدة 5 أيام بذريعة استكمال التحقيق معها. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة جنات في 14 من الشهر الجاري على أحد الحواجز العسكرية القريبة من الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل. مباشرة ينضم لنا عبر الخط الهاتفي عم الأسيرة الطفلة جنات زيدات. أهلا مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك واهلا بك. يعني بداية لنضع المستمعين والمشاهدين في صورة تفاصيل الاعتقال للطفلة جنات. طبعا
طبعا جنات هي طفلة عمرها 15 سنة من عائلة يعني مستورة والحمد لله. أبوها متوفي له تقريبا 8 شهور، سكنين ببيت غرفتين ومش إلهم. جنات من النوعية المتقوقة على حالها، وطفلة بريء جدا يعني ما لها علاقة بيك سواليف، وجاهلي في النهاية. نعم. يعني سيد علي، كيف تم اعتقال الطفلة وما الحجة وراء اعتقالها؟ هلا مش غريبة ومش بعيدة عنا انه الاحتلال له أضرع كثيرة في أمور، وطبعا عن تجارب وعن كثير شغلات يلتقها للفلسطيني وللطفل الفلسطيني وللطالب الفلسطيني. فأنا جنات طبعا راهي لها دورة قرآن في الحرم الإبراهيمي، والله صلى الله سيدنا محمد، وهناك تم اعتقالها على الحاجز بحجة إنه يوجد معها سكين في شنطة المدرسة. نعم. يعني منذ لحظة اعتقالها هل يوجد زيارة لها؟ هل هناك تواصل مع الطفلة؟ لا، لم يكن هناك أي تواصل إلا عبر المحامي. نعم. ولم يكن هناك أي زيارة لجنات. نعم. هل يوجد أيضا متابعة لقضية طفلة جنات من قبل الجهات المسؤولة الحكومية أو المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الطفل؟ نعم، هناك بل تم تبليغ كل الجهات ونادي الأسير وهيئة الأسرى والصليب والمؤسسات الحقوقية، بلغنا طبعا يقوموا بلغناهم، وبالتالي نطلب من الله أن يكون هناك عملية ضغط للإفراج عنها في أسرع وقت. نعم. يعني أيضا ماذا يقول المحامي؟ يعني أنتم باستمرار بتواصل مع المحامي، ماذا يقول المحامي؟ على المحامي طبعا لم يتم زيارتها إلا عبر المحكمة، حتى يعني لم يتم إدخال الملابس لها، ما دخل إلى ملابس، وهنالك يعني المحامي ما زارها إلا عبر المحكمة يوم المحكمة بس. نعم. يعني أيضا سيد علي، ما هي الرسالة التي تود تقديمها عبر شبكة وطن للجهات المسؤولة؟ طبعا من خلال شبكتكم نوجه رسالتنا وندائنا ومناشدتنا لكل الجهات الحقوقية والإنسانية والدولية بالضغط على هذا الاحتلال لإفراج عن هذه الطفلة جنات. نعم. إذن إلى هنا أود شكرك عم الأسيرة الطفلة جنات زيدات. علي زيدات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. استولت قوات الاحتلال مساء أمس على تسجيلات كاميرات مراقبة في قرية نزلة زيد بمنطقة يعبد غرب جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المجلس القروي بعد فتح أبوابه، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من سوبر ماركت ومنازل عائلة زيد، ومنعت المواطنين الخروج من منازلهم. وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية عنين غرب المدينة وداهمت الحي الغربي وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة. بالأمس نشرت صورة لنساء يهوديات من مستوطنة كريات أربع في الخليل يتدربن على السلاح لاستخدامه ضد الفلسطينيين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين الصورة بكثير من السخرية، غير أن هذه الصور في حقيقتها لا تحمل السخرية أو التهكم، خاصة في ظل ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح بصفوف النساء بالمستوطنات حسب مصادر إعلامية عبرية. للمزيد ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عماد
أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية. يسعد صباحك وأهلا بك. يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام. أهلا بك. يعني بداية، وحسب وسائل الإعلام العبرية، صحيفة إسرائيل نشرت تقريرا صحفيا مطلع الشهر الجاري يفيد بارتفاع عدد طلبات حمل السلاح بصفوف النساء في المستوطنات. هل لك أن تحدثنا بالمزيد عن المعطيات المتوفرة؟ يعني في البداية لابد من الإشارة بأنه المجتمع الإسرائيلي بالمجمل هو مجتمع مسلح، وبأنه غالبا هم يحملون اللقب ما يعرف جندي احتياط، وبالتالي هذا الجندي في الغالب يستطيع امتلاك وحمل السلاح. نعم. الصورة تكون أكثر عمقا في المستوطنات عندما يتم السماح لهم دائما بحمل السلاح تحت عنوان حماية النفس وحماية الذات، وبالتالي لا نجد بأن السيارة من سيارات المستوطنين التي تتجول في الضفة الغربية تخلو من السلاح. علاوة على ذلك، طلبات التراخيص لا شك ترتفع في الفترات الأخيرة، ولكن يتم الموافقة عليها بشكل سريع تحت عنوان يعني ما يعرف مواجهة العمليات الفلسطينية، وبالتالي باتت هذه التراخيص تمنح بشكل كبير لكل المستوطنين تحديدا، الأمر الذي بات يقود إلى تسلح كبير، وبات يقود إلى حقيقة أن كل مستوطن يحمل سلاح، وكل مستوطنة تحمل سلاح، وكل طفل في المستوطنات كما شاهدنا بعض الفيديوهات يتدرب على حمل السلاح لمواجهة الفلسطينيين كما يدعون، وبالتالي نعم. نحن أمام حالة من التسلح باتت واضحة بشكل مهول وكبير. نعم، أيضا ما كان لافتا بالأمس عقب نشر صورة لسيدات من مستوطنة كريات أربع في الخليل أثناء تدريبات الاستخدام للسلاح وتعاطي رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة بكثير من السخرية. كيف تقرأ هذه الصورة، وهل تحمل السخرية برأيك؟ باعتقادي لا تحمل السخرية لسبب بسيط، لكن للأسف الشديد يعني وفق علم الاجتماع دائما الشعوب المقهورة دائما تأخذ الأمور نوعا ما بنوع من السخرية والاستهزاء. الحقيقة أن مثل هذه الصورة تؤكد بشكل أو بآخر إلى عدة أمور. الأمر الأول أن يد المستوطنين على السلاح ستكون رخوة أكثر في الأيام المقبلة، وأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ستمنح هؤلاء استخدام السلاح بطريقة ربما فوضوية ستؤدي إلى المزيد من انتهاكات يعني الدماء بحق الفلسطينيين والمزيد من قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا يؤسس في المستوطنات إلى مرحلة باعتقادي أهم، ما هي الميليشيات المسلحة التي ستكون خارج إطار الجيش وستعمل خارج إطار الجيش ويتم يعني شرعنتها مع مرور الوقت، وبالتالي هذه الصورة تحمل الكثير من المخاطر وليست عفوية، ونشرها باعتقادي جاء كنوع من التضامن الكبير مع زوجة إيتمار بن أكفير، وفيه رسالة بأنه نساء المستوطنين أيضا يحملنا السلاح، وبالتالي نحن أمام مرحلة باعتقادي أكثر دموية في المستقبل. نعم، يعني أيضا مثل ما ذكرت لهذه الصورة صور مماثلة في لقاء زوجات الائتلاف الحاكم المرتقب في دولة الاحتلال وفي مدينة تل أبيب أيضا أثناء رصد مقاوم فلسطيني نفذ عملية فدائية في تل أبيب. ما المؤشرات التي تحمل هذه الصورة استنادا للعقلية الاستيطانية؟ يعني لا شك، دعيني أقول بأنه اليوم بيضة القبان في الحكومة الإسرائيلية المقبلة هو هذا الفكر وهذا التوجه، لأن أنا أن شخص مثل إيتمار بن كثير والذي كان يسحل في الشوارع من قبل الشرطة الإسرائيلية والذي وجهت له أكثر من 50 تهمة من بينها الإرهاب ومن بينها تهم جنائية، هذه الشخصية باتت تحكم في دولة الاحتلال، وبالتالي تؤسس لمرحلة تقود إلى وجود هذا التيار بقوة داخل الحكومات الإسرائيلية. ودعيني أقول لن أستغرب كثيرا إذا ما حقق إيتمار بن كفير ما بعد حقبة بنيامين نتنياهو الرقم الأول في أي انتخابات إسرائيلية قادمة، كونه بات يعبر عن توجه حقيقي موجود لدى المجتمع الصهيوني يتمثل في الفوضى والغوغائية والفاشية. وبالتالي صورة زوجة إيتمار بن كفير واجتماعها مع سارة نتنياهو وبقية يعني زوجات الائتلاف الحكومي المقبل في دولة الاحتلال فيه إشارة واضحة أن هذا الفكر الذي كان دوما مرفوض في إسرائيل اليوم هو ذات الفكر المقبول، الفكر الذي ليس فقط سيؤثر إنما سيقود حقيقة
توجهات ليس الرأي العام إنما الحكومة الإسرائيلية المقبلة. نعم أيضا سيد عماد، يعني بحسب المعطيات بخصوص حمل السلاح لاستخدامه ضد الفلسطينيين، ما هو المنتظر؟ ما القادم الذي ينتظر أي فلسطيني أو فلسطينية في كل أماكن تواجدهم؟ يعني باعتقادي هو أيضا هناك نقطة مهمة بأن الجيل الفلسطيني الجديد عرف الطريق. نعم. بمعنى نحن أمام جيل فلسطيني حقيقة بشكل أو بآخر هو كفر بكل الوسائل الأخرى في مواجهة الاحتلال، ويعرف طريقه ومؤمن بأنه هذا الاحتلال لن يواجه إلا بالقوة ولن يواجه إلا بالمقاومة، وبالتالي الصورة عند المستوطنين أيضا يقابلها صورة إيجابية لدى الفلسطينيين. نحن نتحدث عن أعلى نسبة قتل بين المستوطنين منذ العام 2015 كانت هذا العام. نعم هناك أيضا نسبة شهداء مرتفعة في الجانب الفلسطيني، لكن بالمجمل تطرف المستوطنين يقابل بوعي فكري كبير لدى الفلسطينيين يتمثل بعدم الرهان على أي وسيلة أو أي طريقة أو أي جانب أو أي مؤسسة دولية أو محلية أو حتى على توجهات السلطة الفلسطينية، إنما الاعتماد على الذات من خلال المواجهة. ونرى بأن هذا الجيل الجديد الذي ينفذ العمليات بمعدل أعمار لا تتجاوز 22 عام ربما يؤسس إلى مرحلة مهمة ليس فقط في مواجهة الاحتلال إنما أيضا في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. نعم إذن إلى هنا أود شكرك الأستاذ عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، شكرا لك. لنبقى مشاهدينا في هذا الموضوع والملف لنقرأ بعض من التعليقات والمنشورات التي عرضت على مواقع التواصل الاجتماعي وضجت مؤخرا عليها. نشر زيد عطايا صورة وكابشن يعني هذول بدهن يطلعن براس مع الخلايلة، هي صورة متداولة لنساء مستوطنات كريات أربعة بالخليل يتدربن على حمل السلاح وإطلاق النار لاستخدامه ضد الفلسطينيين. وأيضا مانا حكت أن مستوطنات من مستوطنة كريات أربع يتدربن على السلاح زي الشغالات في البيوت، ناقصهن تنجرات ورق دوالي. وكمان شبكة مادمة الإخبارية نشرت اللي لابسة أحمر بتطخ رصاصة وبترجع 5 متر. أما أحمد عياش فنشر مستوطنات من مستوطنة كريات أربعة بالخليل بتدربن على حمل السلاح اللي عليها السهم مسؤولة القصف العشوائي. وجاد القدومي مستوطنات من كريات أربعة تدربن على حمل السلاح بخصوص السيدة ملعقة أم الزهري مش محسوبة أم سامحين فيها، طب ما أنت بدك نص ساعة حتى تلف في وجهك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورازي حكى إنه كثير جميل كيف عم بنعيد نشر صور هاي النساء بكريات أربع وبنتمسخر خاصة على المرأة اللي لابسة زهري، كثير سهل نضل نضحك على الموضوع وهو أبعد ما يكون عن الضحك، كثير سهل نتعامل مع الموضوع بتنمر. وهو أيضا إذا بتاخذه كصورة عامة وبتربطه بمسدس بن غفير بالشيخ جراح مع مسدس زوجته بلقاء سارة نتنياهو بيطلع مختلف كليا، وكثير سهل نسخر من الصورة وهي كمان على ما يبدو جزء من حملة تسليح لكل المجتمع الإسرائيلي علشان يطخونا بالشوارع. هي صورة مضحكة بس لما الرسالة منها لازم نطخ كل فلسطيني ولازم نتسلح عشان المعركة الجاي رح تكون على نمط النكبة، بتبطل كثير تضحك وبتصير تجبرنا نتعامل معها بخطورتها. كل حياتها إسرائيل واضحة بس إحنا بالنكبة تمسخرنا على الأوروبي أبو شورت كاكي، ولما كان عنده خطة يهجرنا وقسم نتمسخر على أم الزهري لما هي صورة دعوة لكل الإسرائيليات يقتلونها. والمنشور الأخير لمحمد نشر عجايز كريات أربع يا أم الزهري اللي بقار قهر. الشاعر المصري هشام الجاخ يتحدث عن نابلس خلال زيارته للبلدة القديمة أمس الأربعاء في زيارة لوفد من الفنانين المصريين للأراضي الفلسطينية، لنشاهد هذا الفيديو معنا. أدعو كل عربي شريف إن هو يجي يتعلم من هنا، يتعلم من أهل نابلس، من نابلس، من الأرض،
من الحيطان من الشوارع يجي يشوف يعني ايه ناس واقفة على رجليها، يعني ايه ناس واقفة بتحب الوطن ومش هتطلع مني. انا فخور اني انا واقف وسط حضراتكم واشكركم للمرة الالف انكم سمحتولي بس اني انا اجي اسلم على حضراتكم. قال نادي الأسير: أنا الأسير سامر العساوي من قرية العساوية بالقدس، يواصل معركة الإضراب عن الطعام منذ تاريخ 31 أكتوبر الماضي للمطالبة باستيراج 80 الشهداء، ومن بينهم الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال. ولفت النادي في بيان له إلى أن الأسير العساوي محكوم بالسجن 30 عاما، وكان قد أفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار، وأعاد الاحتلال اعتقاله كما وأعاد بحقه حكمه السابق، ويقبع اليوم في زنازين سجن ريمونا. ننتقل إلى ملفنا الأخير، متابعة لأحوال الطقس وتطورات الحالة الجوية ودرجات الحرارة وأيضا الرطوبة. وللتفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الراصد الجوي ليث العلامي. يسعد صباحك وأهلا بك ليث. يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لجميع السادة المتابعين والمشاهدين. أهلا بك. يعني ليث، كيف تبدو الحالة الجوية لهذا اليوم؟ هل هناك احتمالية لسقوط الأمطار؟ نعم، بالنسبة لهذا اليوم الخميس يتوقع بأن تبقى فلسطين تحت بقايا المنخفض الجوي الذي تأثرنا به خلال يوم أمس الأربعاء، فبالتالي يعني عندما نقول بقايا فالفرصة تكون ضعيفة لهطول زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق. يعني اليوم فرص الأمطار موجودة ولكن يعني بشمولية أقل، بفرط أو احتمالية أقل، وكذلك لا تكون طبيعتها أو شدتها أو زخمها التي كانت خلال يوم أمس الأربعاء في بعض المناطق. فأيضا كذلك من ناحية درجات الحرارة تبقى دون معدلاتها السنوية المعتادة بقليل، نحكي عن درجات حرارة تتراوح في المناطق الجبلية والمرتفعات كرام الله، القدس، بيت لحم، الخليل، ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية هذا النهار، وتتدنى ليلا في وقت متأخر من الليل وساعات الفجر الأولى حتى 10 درجات مئوية فقط. لكن اعتبارا من يوم غد الجمعة سيكون هناك استقرار أوضح على الحالة الجوية وانحسار تام لكل مظاهر المنخفض الجوي، سواء من ناحية ارتفاع درجات الحرارة أو انعدام فرص هطول الأمطار. وهذا الاستقرار الذي سيبدأ خلال اليوم غد الجمعة سيمتد لعدة أيام، يعني ربما يمتد حتى منتصف أو حتى ممكن نهاية الأسبوع المقبل. فبالتالي كملخص أن اليوم آخر مظاهر المنخفض الجوي من ناحية درجات حرارة قد تكون مائلة للبرودة خاصة بالمناطق الجبلية، وجود لكميات من السحب أو وجود لفرص متواضعة للأمطار. لكن من بكرة الجمعة إن شاء الله ولعدة أيام سيغلب على الجو طابع الاستقرار ودرجات الحرارة المعتدلة نهارا، لكنها تبقى رغم ذلك باردة خلال ساعات الليل. نعم، إذن ليث إلى هنا أود شكرك الراصد الجوي ليث العلامي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. إما الولاء أو التهجير، سياسة يتبعها الاحتلال لطرد المقدسيين والمقدسيات من مدينتهم بهدف تهويد العاصمة والسيطرة على أرضها وسمائها وإرثها الفلسطيني. ولفضح هذه السياسة الاحتلالية نظمت مؤسسة الضمير ومؤسسة العمل المجتمعي مؤتمرا صحفيا بعنوان بقاء المقدسيين المقدسيات في خطر اليوم في مدينة رام الله، لتسليط الضوء على خطورة توجه الاحتلال لتبني قوانين وتشريعات تهدف لتسريع عملية التهجير القسري لسكان مدينة القدس، وآخرها يتجسد في تمديد الاعتقال الإداري للأسير صلاح الحموري. الزميلة نجلاء زيتون والزميل هادي صبرني أعدى هذا التقرير لنشاهد معنا. إما الولاء أو التهجير، سياسة يتبعها الاحتلال لطرد المقدسيين والمقدسيات من مدينتهم بهدف تهويد العاصمة والسيطرة على أرضها وسمائها وإرثها الفلسطيني. المطلوب التحرك على صعيد دولي للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء هذه المخالفات
الجوهرية للقانون الدولي. أيضا الاعتقال الإداري هو جريمة حرب، وأيضا الطرد أو سحب الإقامة من المقدسيين هو يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي. لا يحق لسلطات الاحتلال أن تطالب المواطنين في مدينة القدس بالولاء لدولة الاحتلال بموجب القانون الدولي. لم تكن حياة الأسير صلاح الحموري مع عائلته قبل الاعتقال سهلة، إنما تخللها معاناته اليومية في البعد عن ابنه وزوجته، وجاء الاعتقال الإداري ليضاعف هذه المعاناة، فزوجته وابنه ممنوعان من دخول فلسطين، وهو في السجن لا يمكنهم زيارته أو حتى رؤيته بالمحكمة. غدا يعني كل الفلسطينيين الموجودين بالقدس، معناها يعني مش موالين لإسرائيل، يجب أن لا يكونوا في مدينتهم. إضافة أنه معتقل تعسفيا، معتقل إداري لمحاولات انتظار الإبعاد وغيره، فهي جريمة أخرى، فهو الآن يعاني من جرائم مركبة. يسعى مؤتمر بقاء المقدسيين في خطر لتسليط الضوء على خطورة توجه الاحتلال لتبني قوانين وتشريعات هدفها تسريع عملية التهجير القسري لسكان مدينة القدس، بالإضافة إلى حملة للتوعية والتنديد بسياسة الاعتقال الإداري التي تشهد تزايداً ملحوظاً بحق فئات المجتمع. الهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو التضامن مع قضية صلاح الحموري وأسرى آخرين، وخصوصا وأن الأسير صلاح الحموري قد ألغيت إقامته من خلال إجراءات عنصرية من وزارة الداخلية الإسرائيلية، وكمثل العديد من الفلسطينيين الآخرين الذين قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يلغي إقامتهم بناء على عدم الولاء لدولة إسرائيل، وهو معيار نسبيا جديد في القانون الإسرائيلي. تستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري ضد المقدسيين بشكل واسع ودون أن يكون لديها أسباب حقيقية للاعتقال. وفي ملف صلاح الحموري تحديدا، يمارس الاحتلال أقصى أنواع الإبعاد والحرمان بتجديد الاعتقال الإداري بحقه. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، ومن الإخراج التلفزيوني خالد نجاس، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريانة، ومن المتابعة والتنسيق سحر حنني. شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله. صباح الخير يا وطنا يسير بمجد العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي
Health صحة، Humanity إنسانية، High Standards of Care معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا.